ومن المنامة ما ينضم معنا المحلل السياسي سلمان ناصر. أستاذ سلمان أهلا بك معنا إلى هذه النشرة. إذن اتصال هاتفي جمع بين وزير الخارجية البحريني ونظيره الأمريكي، أكد التزام قطر بتعهداتها السابقة والمطالب التي قدمتها دول مقاطعة لها. هل ننتظر ربما ضغوط دولية على قطر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إذا ننتظر، إذا احنا يعني تكلمنا عن ننتظر إجراءات قادمة على النظام الحاكم في قطر، فالجواب نعم. فالتركة ثقيلة والملف ثقيل. بالوقت الحالي الحين استوعب المجتمع الدولي برمته، سواء كانت دول غربية أو الولايات المتحدة الأمريكية، ما معانته دول الخليج والدول العربية جراء سياسة قطر المنحرفة التي تمثلت في إيواء الإرهابيين وتمويل ميليشيات وتمويل خلايا. فإحنا كمتابعين نقدر الموقف بأن المرحلة القادمة راح يتم تدويل الملف القطري، وهو حق مشروع للدول المتضررة، خاصة بما يعني بما تضم هذه الملفات من أمانة عدة قضايا يشمئز لها الإنسان، وكذلك لا تنسجم مع شخصية ولا الأعراف الدول العربية والخليجية تحديدا. وفي نقطة أقدر إذا أردت أن أضيفها، الإجراءات التي تم اتخاذها واللي ننتظر بتقوم باتخاذها الدول المقاطعة ما هي إلا حماية للخليج العربي والدول العربية، وكذلك حماية لمجتمعاتهم أيضا، كون هذه الدول أيضا هي من الدول المتضررة بالإرهاب وذاقت كي الإرهاب المدعوم من قطر، وحماية كذلك الشعب القطري أمانة مما أرثه جراء سياسة حكومته المنحرفة. احنا في اعتقادنا الإجراءات التي اتخذت هي إجراءات قانونية تقرها القوانين الوطنية للدول وكذلك الأممية، فمن حق الدول أنها تحمي نفسها وتمارس حقها المشروع في الضغط سواء كان سياسي أو اقتصادي لردع هذه الدول المارغة، وهي اللي تتمثل في النظام الحاكم القطري. إذا حسبناها كعدد أيام، وإحنا نتكلم عن 48 ساعة انقضت منها 8 أو 9 ساعات على النظام القطري أن يستوعب ما هو قادم له في المرحلة القادمة. فالشعوب تقف خلف شعوب المنطقة، تقف خلف الدول المقاطعة، لأن ما عانيناه في البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات ومصر الشقيقة وليبيا وتونس من زهق أرواح ومن زعزعة للأمن والاستقرار الداخلي، إجا الوقت لمحاسبة من قام بهذا العمل الشنيع، وهو المتمثل في النظام المنحرف القائم عليه لقائمة عليه الحكومة القطرية. وهذه الفرصة الأخيرة كي تنأى بنفسها ولا يصل الأمر في مطالبة بشكل أكبر، وهو طبعا نهاية هذا المطالب. برأيك هل سوف تستجيب من هذه الفرصة قطر وتستفيد منها وتستجيب؟ ما زلنا أختي يعني ما زالت قطر تراهن على التناقضات وتبليد الوقت. هذا احنا كمتابعين. التاريخ قطر بالفترة رفعت شعارها منذ 20 سنة بعدم الالتزام بالتزاماتها والاعتماد على المراوغة والتناقضات وكسب الوقت لكي تحوير. إذا كانت هناك أمنية فهي أمنية، ولكن كواقعيين ومتابعين في اعتقادنا 48 ساعة راح لن تغير من الأمر شيئا، وهي تعتقد قطر بأنها تقدر تغير من أمرها في غضون 48 ساعة. من المنامة المحلل السياسي سلمان ناصر، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات.